اخبارنا طبعا من عند النادي الاهلي اللي تخص حالته المزاجيه، الحاله الجميله اللي بيعيشها اللعيبه من الانتصارات الرائعه اللي حققها، ودي بتدي كل اللعيبه والجهاز الفني ثقه قويه جدا عشان بيقترب من لقب بطوله الدوري. النهارده الساعه 9 زي ما قلت لحضراتكم، الاهلي على موعد مع اختبار قروي صعب. ليه؟ عشان المقاولين عنده يعني دوافع اكبر من، يعني تعتبر دوافع كبيره جدا جدا جدا. الاهلي لو لا قدر الله تعادل او خسر يقدر يعوض في المباراه اللي جايه، لكن المقاولين لو خسر اعتقد موضوع صعب، بيتاكد هبوطه. بيعاني المقاولين طبعا في موقفه وموقعه في المركز قبل الاخير، فبالتالي المنافسه هتكون شرسه وصعبه على كلا الفريقين، فبالتالي الموضوع صعب على المقاولين وسهل على النادي الاهلي. وفي نفس الوقت الاهلي ما عندوش بقى خيارات تانية غير انه يصل الى ما يتمناه. زي ما قلت لحضراتكم نتيجه النهارده بتحمل معنيين، بتحمل المعنى الاول وهو فوز وانتصار لو انتظر النادي الاهلي نتيجه بيراميدز وزد، في حاله التعادل او الخساره خلاص الاهلي بطل للدوري. اما عن المقاولون لو خسر فاعتقد موقفه تأزم نهائيا. الاهلي يتصدر جدول الترتيب برصيد 75 نقطه، جمعهم من 29 مباراه، حقق الفوز في 24 وتعادل في 3 وخسر 2 وسجل لاعبيه 66 هدف وسكب مرمى 24 هدف، بينما يحتل المقاولون العرب المركز 17 بعدما خاض 31 مباراه، حقق الفوز في 5 وتعادل في 10 وخسر 16، سجل لاعبوه 31 هدف وسكب مرمى 51 هدف. الاهلي فريق كبير، الاهلي عنده كل حاجه حلوه في كره القدم. الاهلي قطار لا يتوقف الا في محطته الاخيره. منافسه كانت شرسه بينه وبين بيراميدز، لكن تفوق ايابا وذهابا لما لعبوا بعض في 10 ايام. الاهلي حطم كل الارقام القياسيه سواء على المستوى الفني لكولر لما حطم رقم حسام البدري ب 16 فوز متتالي في الدوري، وكذلك مواطنه فايلر النهارده بيكرر المشهد ويختلف اكثر واكثر ويبتعد تماما عن كل منافسيه بعد تخطي موقف يعني مانويل جوزيه والفوز والتفوق عليه ب 18 هدف. بعيدا بقى عن مباراه الاهلي والمقاولين، يمكن كلنا تابعنا كل الاخبار الوارده من فرنسا بخصوص اهتمام نادي نيس الفرنسي بالتعاقد مع عبد المنعم مدافع الاهلي. عفوا، وفقا لما ذكرته صحيفه الاكيب الفرنسيه فان النادي الاهلي رفض العرض المقدم ببساطه كده من نادي نيس. ليه؟ عشان العرض اللي بيتقدم مش مقتنع بيه النادي الاهلي. النادي الاهلي شايف ان في ضعف في المساله الماديه. الفريق الفرنسي عرض 2 مليون دولار، النادي الاهلي شايف ان 2 مليون دولار غير كافي لرحيل عبد المنعم. النادي الفرنسي بيحضر تاني فرصه وبيدي كمان اهتمام اكبر بعبد المنعم وبيحضر عرض تاني، لكن لسه حتى الان الامور لم تحسم. بعد في انديه بتكلم عبد المنعم، في انديه بتكلم النادي الاهلي على عبد المنعم، لكن اعتقد ان هي لم تكن موجوده عند النادي الاهلي في رحيل عبد المنعم في المرحله الحاليه. كمان وعلى صعيد اللاعبين اللي هيرحلوا بنهايه الموسم، اداره الكره بالنادي الاهلي عاوزه تعمل جلسه كده مع السويسري مارسيل كولر خلال الايام المقبله عشان يحسم مصير ثلاث لاعبين من البقاء او الرحيل. عندك خلال فتره الانتقالات الصيفيه الجاريه اداره الاهلي عاوز تحسم ملف مين؟ محمود عبد المنعم كهربا هيبقى موجود ولا لا؟ مجدي قفشه هيبقى موجود ولا لا؟ طاهر محمد طاهر هيبقى معانا ولا مش معانا؟